الكورتيزول هو هرمون التوتر الرئيسي. تشمل تأثيرات ارتفاع الكورتيزول في الجسم سواء بسبب الإجهاد أو بسبب وراثي، الاكتئاب والقلق، زيادة دهون البطن لأن مستقبلات الكورتيزول موجودة أيضا في البطن، المشاكل الإدراكية التي تتعلق بالانتباه، الذاكرة والتركيز، ارتفاع السكر في الدم كما في حالة السكري ومقدماته، ميتابوليك سندروم، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الدهون في الدم والكوليسترول الضار، متلازمة المبيض متعدد الكيسات وهي مشكلة ترتبط بالاندروجين عند الإناث، تسبب نمو شعر الوجه وزيادة الدهون وسط الجسم وخشونة الصوت، انخفاض كثافة العظام بعد انقطاع الطمث، كما يضعف الكورتيزول العظام وهذا يزيد خطر الإصابة بالكسور. يزيد الكورتيزول من مقاومة الأنسولين. المغذي النباتي الذي له تأثير قوي في خفض مستوى الكورتيزول في الجسم هو الإيبيغالوكاتيشين غالات الذي يوجد بكثرة في الشاي الأخضر، إذ ينصح بشرب الشاي الأخضر بانتظام بكميات قليلة، نصف كوب كمثال، ولكن يوميا. أطعمة أخرى تحتوي على هذا المغذي النباتي مثل عرق السوس والكركم الذي له فوائد كثيرة.